للمرة التمانين مليون، للمرة التمانين مليون. ده منظر ملعب المباراة امبارح بعد لقاء نادي شبيبة القبائل الجزائري أمام نادي الترجي التونسي وهزيمة نادي شبيبة القبائل، فبالتالي شفنا المنظر ده هناك في ملعب الجزائر. سؤالي يعني أنا عايز، وعايز تنظم كأس أفريقيا؟ وعايز تنظم الكان وبتقول إنه المغرب بيتلاعب وفي كولسة عشان ينظم هو البطولة؟ أنت لو دخلت أي تنظيم لأي حدث في العالم عشان تنظمه ودخل معاك المغرب، فالمغرب هو اللي هيفوز بيه. المنظر ده شفناه كم مرة؟ يعني أنا أول مرة أتكلم يا جماعة بجد بالطريقة دي، يعني أول مرة أتكلم بالوضوح ده بقى إيه من غير، يعني أنا في الأول كنت بقعد أطبطب وأقول إيه، يا طب أنا ماليش دعوة، طب أنا بتكلم بس في اللي يخص المغرب، طب أنا مش، إنما أنا النهاردة هاجي أتكلم بوضوح بقى وبصراحة، عشان الموضوع ده لازم يتحط له حد يا جماعة. الموضوع ده ملوش آخر، ملوش نهاية. الكف فين؟ أنا عايز أعرف الكف فين من المنظر ده. المنظر ده مش أول مرة يتعمل. افتح واعمل سيرش على اليوتيوب او على الفيسبوك، دور شوف مباراة مصر والجزائر في كأس العالم العسكري، شوف مباراة مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم، شوف مباراة مصر والجزائر في تصفيات كأس افريقيا، شوف مباراة المغرب والجزائر في البطولة تحت 17 سنة اللي كانت بتتلعب في الجزائر، شوف المباراة دي، شوف مباراة قبل كده قدام نادي مولودية الجزائري. مش ممكن، مش ممكن. كل ما بيحصل حدث رياضي في هذا المكان بيحصل نفس المنظر ده. وانا بقى مش بتكلم النهارده على الناس اللي حذفت الازايز ولا العمل، انا مش دعوه بيهم لانه ده وارد يحصل من اي حد. انا بتكلم النهارده على ان انت ازاي مش عارف تسيطر على ده. ازازه ميه تيجي في دماغ الحكم المصري ومش عارف ايه. هو انا ليه لما اتغلب لازم اعمل كده؟ وليه لما اكسب لازم طب نعمل لكم ايه؟ لما انتوا كنتوا بتلعبوا فريق المنتخب المغربي اللي هو تحت 17 سنه وفزتوا، انتوا فزتوا برضه عملتوا كده، ولما خسرتوا عملتوا كده. طب انت يا حبيبي حلك ايه؟ انا بسأل النهارده الكاف، اتحاد كرة القدم الافريقي، المنظر ده اتكرر كم مرة في الجزائر؟ ده سؤال. كم مرة في الجزائر اتكرر المشهد ده؟ وحلوا ايه واخره ايه؟ اي كده رسميا ما فيهاش مناقشة، يعني المغرب هو منظم الكان 2025 بدون نقاش، ما فيهاش نقاش. يعني لو اتعرض بس الصور دي ولا الفيديوهات دي مع الصور بتاعت البطولة بتاعت تحت 17 سنة، مش انا خلاص الموضوع محسوم للمغرب تماما، ما فيهوش مناقشة. وكده كده انا قلت من الاول ان المغرب حاسمها، والمغاربة كلهم كانوا عارفين ان المغرب حاسمها. انا بكلمك انت بقى يا اللي بتقول ان المغرب بيتلاعب وداخل في الكولسة عشان ينظم كاس افريقيا، انت مش مكسوف؟ ما بتتكسفش؟ ما شفتش المشهد ده؟ ما بتشوفش المنظر ده في كل مباراة بتتلعب؟ تعال النهاردة احسب من بين كل خمس ست مباريات مهمة حاسمة بتتلعب في ملاعب الجزائر بيحصل فيها كده. البلد الوحيد في العالم اللي كل شوية بشوف فيه المشهد ده في العالم. وانا هنا مش بتكلم على الجميع يا سيدي، انا بتكلم على اللي بيعمل كده واللي سايبهم يعملوا كده. ما هو الغريب في اللي سايبهم يعملوا كده، الغريب في ان محدش بيمنع ده. يعني ده اخرته ايه؟ امتى هيبقى في سقف للكلام ده؟ امتى الاتحاد الافريقي هياخد اجراءات ضد الاتحاد الجزائري لكرة القدم عشان التنظيم ده والمشاهد دي؟ وبعدين في الاخر بتقول انك عايز تنظم كأس الامم الافريقية، وبعدين في الاخر بتقول ان لو المغرب فاز، وده اللي هيحصل طبعا، انه ده يبقى تلاعب وكولاسة. معرفش بأمارة ايه بصراحة. المشاهد دي الحمد لله ما عمرنا ما بنشوفها في ملاعب المغرب، عمرنا ما بنشوفها، انما بنشوفها كل سنة في ملاعب الجزائر بدون مبرر. فبالنسبة لي امر غريب جدا. مباراة امبارح الرجاء والنادي الاهلي طبعا شرفتونا اخواتنا واخواننا المغاربة، كانوا موجودين عندنا فوق راسنا من فوق. كانت مباراة محترمة فيها روح رياضية، مباراة راقية، ونادي رجاء على فكرة لعب مباراة جيدة. انا اهلاوي اكيد فرحت بنصر النادي الاهلي وفوزه، لكن لسه في مباراة عودة قوية جدا وصعبة جدا على النادي الاهلي في كازابلانكا، ونادي رجاء البيضاوي ونادي الوداد البيضاوي في ملعبهم بيبقوا مختلفين تماما، فاكيد هتكون مباراه صعبه والمباراه لسه ما انتهتش. ده زائد انه نادي رجاء امبارح لعب مباراه جيده جدا قدام النادي الاهلي. لازم نتكلم كره صح، انه نادي رجاء يعني محمد الشناوي شال كره واثنين وثلاثه في منتهى الخطوره، كان ممكن يقلبوا موازين
المباراة، فالمباراة كانت روح رياضية، ونادي الرجاء لعب مباراة محترمة، ويعني أنا كأهلاوي بحيي نادي الرجاء على هذه المباراة. كمان هارد لك لنادي الوداد، خسر من سيمبا التنزاني. في وجهة نظري إنه لقاء العودة ما بين الوداد وسيمبا في كازابلانكا متهيألي يعني بنسبة كبيرة جدا هيتم حسم المباراة إن شاء الله لصالح نادي الوداد. يعني زي ما بقول لكم المباراة في ناس شايفها امبارح بتلعب على نغمة أصل المباراة خلاص انتهت هنا يعني من جمهور النادي الأهلي، فأنا دخلت قلت إنه لا طبعا انتهتش، لأن أنت هتلاعب فريق صعب في أرضه وملعبه، فالمباراة لم تنتهي طبعا. علاء صادق صحفي مصري بيعمل فيديوهات برضو على اليوتيوب طلع أشاد بنادي الترجي وقال النادي الأهلي فاز على فريق محترم، وده اللي أنا قلته من كام يوم إنه المغاربة في رقي كده، هو جاي بيلعب عندك وفي تنافس شريف وناس راقيه الصراحه، وشفنا منهم كل خير والحمد لله. امبارح المباراه عدت بشكل كويس، ويا رب دايما يديم العلاقات الجيده ما بين النادي الاهلي ونادي الوداد ونادي الرجاء واي نادي مغربي، وكان انديه مصر كلها طبعا مش النادي الاهلي فقط، لكن انا بشوف انه في علاقات جيده ما بين النادي الاهلي خاصه والانديه المغربيه، يمكن يكون بسبب انه مؤسس النادي الاهلي هو المحامي عمر لطفي اللي من اصول مغربيه، ويعني ده معروف للناس كتير، معرفش انتوا كلكم عارفينه ولا لا، واكيد دي حاجه تزيدنا شرف انه يكون مؤسس النادي اللي انا اتربيت على حبه واتربيت بين جدرانه يكون كمان من اصول مغربيه. المهم ان شاء الله السبت القادم هيحل النادي الاهلي ان شاء الله ضيفا على نادي الرجاء البيضاوي في كازابلانكا، ويا ريتني اجي معاهم، وان شاء الله باذن الله تمر برضو المباراه بروح رياضيه بشكل راقي. شوف بقى الفرق، شوف الجمهور هناك بيعمل ايه وبيتعامل ازاي وازاي بيستقبل الناس، وازاي حتى لو الفريق بتاعه ما فازش بيتعامل برقي، وشوف اللي عايز ينظم كاس الامم الافريقيه 2025 بيعمل ايه. كل شويه اشوف المشهد ده، كل سنه نشوف انا قلت لك ادخل اعمل سيرش على اليوتيوب بالاسماء الماتشات اللي انا قلتها لك، شوف كم مباراه هتلاقي فيها نفس المشهد ده واصعب كمان من المشهد ده الى ما لا نهايه، ومعرفش اخرتها ايه، ومعرفش امتى الاتحاد الافريقي هيتحرك، ولو الاتحاد الافريقي ما اتحركش ففي الفيفا بقى المفروض يبقى في نهايه وسقف لده. يعني اكيد مش معقول هنفضل طول حياتنا لما اي فريق بيروح يلعب في الجزائر بيحصل معاه كده. وهنا انا مش بتكلم على ان الترجي سواء الترجي فريق مش محبوب، محبوب الناس ما بتحبش الترجي، انا مش بتكلم على الترجي خالص، لانه الموضوع ده مش بس حصل مع الترجي، ده حصل مع الترجي ومع منتخب المغرب ومع منتخب مصر ومع النادي الاهلي ومع نادي الزمالك، مفيش الى ما لا نهايه هنشوف الكلام ده. لنا الله والله في كوكب لالا، وبإذن الله كلنا داعمون ومؤيدون لتنظيم المغرب للكان 2025 إن شاء الله. في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا، وأنا كنبغيكم بزاف، ولنا الله والله في كوكب لالا، والسلام عليكم.